السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي حابب ياخد استشارة كتابية مجانية وعايز يعرف شروطها، او ياخد كورس في الروحانيات والطاقة مجانا، يشوف صندوق الوصف. واللي مش عارف صندوق الوصف يبص على الشاشة دلوقتي عشان يعرف يجيبه منين. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن المحارب الروحاني. المحارب الروحاني اللي ربنا اختاره مش بس عشان ينقذ الناس ويكون مسؤول عنهم، بل عشان كمان يحارب الأرواح الشريرة. فإيه هي سماتهم المحاربين الروحانيين دول؟ وهم أصلا يعني موجودين في حياتنا ولا لأ؟ اعرف العلامات وشوف هل أنت منهم ولا لأ. مبدئيا المحارب الروحاني أصلا مش محارب بس، لأن إحنا كطبيعة بشرية كلنا عندنا كده زي نزعة أو خصلة فيها مسؤولية عن الآخرين. يعني أنت بتحس أن أنت مسؤول عن الآخرين، أو بتحس أن أنت عايز تدافع عن حاجة، لكن النسبة دي بتتفاوت من شخص للتاني. لكن المحارب الروحاني ده بيكون زي مكانة أعلى من المحارب العادي البشري الطبيعي، وبيكون مسؤول عن البشرية كلهم. يعني بيبقى حاسس ان هو مسؤول عن العالم كله، عايز يرفع الصحوة الروحانية عند الناس كلها، ومش عايز يسيب حد في حاله. يعني من الآخر دول المحاربين اصلا ربنا سبحانه وتعالى اختارهم، لان هم عندهم يعني شخصية صعبة جدا، وهم يعني نفسهم مش قادرين يستحملوا الشخصية دي، لأن هي بتجيب لهم مشاكل كتير، بس في نفس الوقت مش عارفين يتغيروا، مش عارفين يكونوا ناس تانية. طيب ليه اتسموا روحانيين؟ لأن هم مروا بالصحوة الروحانية وعندهم كمان قدرات روحانية. طيب أول سمة معانا هنا إن هم أصلا بعد ما مروا بالصحوات الروحانية وقربوا من ربنا كتير، ومروا بليالي مظلمة وحاجات كتير من دي، بقوا بيشوفوا أحلام قوية جدا من فترة للتانية. يعني ممكن تكون فترات متقاربة. المهم ان الحلم ده بيتكرر معهم كتير، ان هم بيشوفوا جن او بيشوفوا ارواح شريرة وبيقتلوهم في المنام. يلاقي نفسه عمال يقول اذكار واوراد وايات قرآنية في وش الجن في المنام، لغاية ما الجن ده يتحرق، او ان هو يشوف نفسه بيضرب الجن ده جامد لغاية ما الجن ده يموت في ايده. دي بتبقى اول صفة قوية جدا في المحارب الروحاني. في ناس بقى او مشايخ بيقول لك ده زهري روحاني. بصوا يا جماعة، او زهري محارب بمعنى اصح، هي الفكرة مش في كلمة زهري، الفكرة في الروحانية بتاعتك. انت ممكن تكون زهري بس الروحانية عندك مش متفعلة، فهي اهم حاجة الروحانية عندك تبقى متفعلة. تبقى بقى زهري، تبقى فامباير، مش هتفرق. تمام؟ تاني حاجة من سمات المحارب الروحاني ان هو من اهم سعادته ومن اهم اسباب شعوره بالرضا انه يحس ان هو جزء من الترقية الروحية للعالم. في ناس يعني بتبقى متنورة وروحانية او كل حاجة، بس يقولك انا بقى في حالي، انا مش نبي، انا مش داعية، انا مالي، انا ماليش دعوة بحد، انا يهمني ان انا اطور من نفسي بس، ماليش دعوة بالاخرين. كل واحد يسلك طريقه الروحاني لوحده. طبعا دول وجهة نظرهم صح طبعا، لكن بالنسبة للمحارب لا، هو بيبقى مش عايز لوحده هو اللي يكون مترقي روحانيا، هو عايز كمان الناس اللي حواليه تبقى مترقية معاه، وبيحس بالتزام في الموضوع ده. يعني بيحس لا، انا ملزم ان انا اقول للشخص ده الحقيقة كاملة، لا لازم احاول اطور من وعي الشخص الفلاني اللي قدامي، لازم اساعد الشخص الفلاني ان هو يطلع من المعتقدات الخاطئة دي. وتحس ان هو كده مسؤول عن الناس كلها. ممكن كمان يفتح قناة يوتيوب، او ان هو يعمل برنامج في التلفزيون عشان يوعي الناس. بيبقى مش بيهداله بال الا لما يوعي الناس عن حقيقة الاعتقادات الخاطئة اللي هم عايشين فيها. تالت سمة في المحارب ان هو اول شخص بيتمرد على المعتقدات والتقاليد اللي ملهاش اي اساس من الصحة ولا ليها اي اساس من الدين. اللي هو يعني الناس اللي بتقول هذا ما فعله اباؤنا الاولون، او هذا ما عرفناه من اباؤنا الاولون، وعايز اقول لهم اباؤكم الاولون وانتوا كلكم كده في الضياع اصلا. انتوا على اي اساس ماشيين على معتقدات ما تعتبرش ليها اي اساس علمي او شرعي او ديني او اي حاجة من دي؟ ليه اخترعتوا معتقدات تأيدكم، تديكم قوانين، وناس هي اللي علمتها لكم، ناس اساسا مش احسن منكم في حاجة؟ فهو اول شخص بيتبع قلبه وبيتبع فطرته، وبعد كده بيتبع ربنا سبحانه وتعالى، وبيبقى عارف كويس انه الحدس اللي جواه اللي بيقوله ان اللي بيعتقده الجميع ده غلط،
وفعلا كلامه بعد كده بيطلع صح، حتى لو مرت عصور بعد كده ممكن المحارب ده يموت او يجرى له حاجة بعد كده، ويجي عصر بعد عصر وفعلا الناس تقول المعتقدات بتاعت الناس في الفترة دي الفلانية مثلا فترة القرن العشرين كانت غلط، ويطلع كلام الروحاني المحارب ده صح في القرن الـ21. ودي اكيد شفناها كتير طبعا في المحاربين الروحانيين اللي كانوا بيحاولوا يثبتوا للناس ايه، عايشين في الظلام وعايشين في قمع وعايشين في مشاكل كتير لا حصر لها. برضو من اهم سمة من سمات المحارب الروحاني انه بيروض مخاوفه الداخلية، يعني هو مش بس بيحارب الحاجات الوحشة اللي برا، لا هو كمان بيحارب نفسه اولا، بيحارب المخاوف اللي جواه. لو مثلا حاسس ان في دراع بيوجعه وان العدو ده ممكن يلوي دراعه اللي بيوجعه ده، يقولك لا انا اقطع دراعي احسن، ما بيخليش اي نقطة ضعف عنده ظاهرة قدام الناس عشان محدش يستغل نقطة ضعف دي ضده. روح المحارب الروحاني بيشبهوها بالعنقاء، طائر العنقاء الخرافي ده اللي هو مهما يتحرق ما بيتدمرش، بيرجع تاني للحياة. المحارب الروحاني مهما وقع، مهما انهارت حياته، تلاقيه واقف على رجليه تاني. طول ما هو بيتنفس تلاقيه لغاية آخر نفس في عمرهم عمالين يستمروا في محاولاتهم، وعمالين يستمروا في رحلتهم، ويحاولوا يبنوا نفسهم من أول وجديد، ويحاولوا يأثروا على الأحياء كأنهم مرشدين روحانيين مستنيرين أو كأنهم أنبياء. طبعا مع فرق التشبيه مع الأنبياء، بس أنا بقول لكم نفس روح الأنبياء كده بالظبط. المحارب الروحاني كمان بيشم ريحة أو طاقة العدو من على بعد، اي عدو بقى من اي نوع، او صديق مثلا مقنع او صديق مزيف بيشم ريحته من على بعد، او بيحس بالطاقات الشريره اللي حواليه. ما هو بقى محارب فهو اساسا معتمد ان هو يحارب اي حاجه وحشه حواليه، فبيقدر يعرف بسرعه مين الصديق المزيف او مين اللي بيضحك على الاخرين وبيخدعهم، بيقدر يعرف طاقه كل عدو من اللي حواليه، وبيبتدي بقى ايه يلعب معاهم بالبيضه والحجر ويطفشهم ويبعدهم عن طريقه وعن طريق الناس اللي بيحبوهم وطريق المحيطين بيه. المحارب الروحاني كمان شجاع جدا وجريء قوي، دايما تحسه كده بيقول رأيه في اي حاجة وحشة او ضد مثلا الفضيلة او ضد الحق او ضد الظلم، تلاقيه بيقول رأيه كده بمنتهى السهولة، مش فارق معاه وصوته عالي، اللي هو لا انت ما تعملش كذا عشان ده ما يرضيش ربنا، ده ظلم ده قهر، وتلاقيه كده مش همه مهما كان منصب الشخص اللي قدامه ده. طبعا مش بقول ان هم متهورين او ان هم ممكن يوقعوا نفسهم في مشاكل، لا هم بيحسبوا الحسبة بحسبتها. يعني مثلا شافوا ان وزير مثلا معين، الوزير ده ممكن يوديهم في داهية او يودوا اي شخص في داهية، فعارفين ان الوزير ده لازم يدخلوا له بمدخل معين عشان يقولوا له الحق، وفي نفس الوقت الوزير ده يقتنع بكلامهم. لكن لو لقوا طبعا انه لابد بقى من الثورة، فهنا ساعتها بقى بتلاقي ان الثورات دي كلها اصلا طالعة من ارواح المحاربين دول. المحارب الروحاني بتكرهه الجن، بيكرهه جدا جدا جدا، يعني اكتر حاجة بتسبب ارق وتعب وملل واذى نفسي للجن هو المحارب الروحاني، لان المحارب الروحاني مهما تعددت اشكال الجن قدامه، مهما كانت مراتب الجن قدامه، سواء بقى بين اليقظة والمنام أو في الحياة الواقعية أو في المنام العادي أو في الإسقاط النجمي، المحارب الروحاني ما بيتهزش، على طول بيقوم آذي الجن ده بكل الطرق. فتلاقي الجن ده بيحاول يأذيه من خلال مثلا ناس بيحبهم، أو يحاول مثلا الجن يأذيه في شغله، يوقف له المراكب السايرة، يخلي فيه حواليه طاقة سلبية عشان تمتص الطاقة بتاعته. بس برضو المحارب الروحاني ما بيسكتش بقى، ما هو عنده إرادة مش طبيعية، أول ما بيشوف إن الطاقات اللي حواليه بدأت تكون سلبية بيقوم نفسه من تاني، ويقرأ مثلا قرآن أو طقوس دينية أو أوراد أو طقوس روحية أيا كانت الديانة بتاعته، بيبتدي يوقف نفسه على رجليه من تاني. فهو الجن ما بيبقاش عارف يوصله منين أو يدخله منين، هو مش عارف يسيطر عليه إزاي أصلا الجن ده. من أهم مميزاته بقى، ودي آخر ميزة هنا معانا، إن المحارب الروحاني ده لما بيجيله مرض خطير أو عجز أو أذى، تلاقيه من أول الناس اللي بتحاول يعني بشكل مستميت إن هي ترجع للحياة تاني. يعني حتى لا قدر الله بعد الشر لو جاله مرض مميت زي السرطان مثلا،
تلاقيه بيتشافى من السرطان حتى لو بعد رحلة عناء طويلة، بس هو بيحارب المرض، بيحارب أي طاقة سلبية تدخل الجسم، بيحاول بشتى الطرق إن هو يفضل واقف على رجليه، مش عايز أبدا إنه يموت مهزوم. فطبعا كل العلامات دي لما تكون في شخص معين، أعرف هنا إن الشخص ده محارب روحاني ربنا اختاره سبحانه وتعالى بإنه يكون قدوة للناس وإنه ينقذ الناس، لأنه هو بيحس بالمسؤولية تجاه كل العالم، بيحس إن أنا مسؤول عن الأمريكاني ده ومسؤول عن الصيني ده، ومليش دعوة أنا بالناس اللي عايشة حياتها مع نفسها، لأ أنا مسؤول عنكم كلكم. بيحس كده بروح الأبوة، أو لو هي ست روح الأمومة للجميع، عشان ينقذ الناس من أي ضياع هم عايشين فيه. فيا ترى أنت بقى منهم ولا لأ؟ وعندك كم ميزة من الميزات دي لغاية دلوقتي؟ قبل ما أختم الحلقة أوصيكم إن أنتوا تروحوا لقناة الدكتورة ياسمين، قناة لتسكنوا إليها، حسب لكم فيديو من الفيديوهات بتاعتها موجود في التعليق المثبت هنا، أول تعليق هتلاقوه على الفيديو ده. وأتمنى إن القناة بتاعتها هتعجبكم، وأتمنى كمان الحلقة دي كمان تكون عجبتكم. في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.